الحشر الثنائي الدائم للتدليل على الحياد. لا، الأهلي من الواضح جدا أنه يتعرض إلى تحامل تحكيمي ظاهر جدا بدليل اللي حضراتكم هتشوفوه. كابتن عصام عبد الفتاح في قناة الحياة بيتكلم عن هدف شديد الوضوح للإنتاج في مرمى الأهلي. هنشوف الحالة الأهم في المباراة وهي هدف الإنتاج الحربي. هنشوف هنوقف لحظة لعب الكرة، واضح طبعا ان لاعب الانتاج او مهاجم الانتاج اتنين يعني اتنين هم اتنين، بس احنا هنتكلم على هتروح له الكوره، واضح ان هو في موقف تسلل بمتر ونص الحقيقه وبينا يعرف. احنا عاوز اتكلم على نقطه، البعض قال ان في لاعب الانتاج، لو نرجع بس الصوره كده ونجيب المساعد خالص مغطي على رؤيه لا لاعب الانتاج، بس هنا يا كابتن انا بقول ايه الحقيقه، نرجع شويه شريف بعد انا كنت حاجة. شايف ان هذه المباراه دي يا كابتن طارق الاهلي والزمالك في هذا التوقيت مع اي حاجه مع اي فريق بتبقى مباراه صعبه، كنت اتمنى ان يكون الاختيار للمساعدين الناس اللي فعلا عندها خبره وبتقدر تتحمل الضغوط. لقطه هنا بالنسبه للمساعد ان هو لقطه في لقطتين، انه بيشوف لحظه لعب الكوره وبيشوف تحرك المهاجمين المدافعين. انا شايف ان هي حاله سهله، لكن هي فعلا هي حاله مهمه واثرت يعني طبعا على نتيجه. حضرتك بتقول لي سهله؟ طبعا سهله كانت، لا سهله تحكيميا تحكيميا. لكن شيء غريب كابتن عصام عبد الفتاح المونديالي، حاله سهله، حاله بسيطه، حاله واضحه، ومش عارف كده ليه واثرت على النتيجه. واثرت على النتيجه هدف. طيب. يعني ما فيش اكتر من الهدف ده. كابتن عصام، كابتن ناصر صادق المساعد الدولي عن نفس اللعبه، ما دام هي لعبه مساعدين بقى، افضل مساعد دولي يمكن حكم في كاس العالم ناصر صادق وجيه احمد. وجيه احمد عضو لجنه الحكام. طب ناصر صادق اللي لسه معتزل حديثا وبيحلل في النيل للرياضه، نشوف كيف راى هذه اللعبه. ابرز حاله كانت معانا يعني عملت مشكله كبيره طبعا هنا اللعبه دي، لحظه انطلاق الكره هنا. نقف بعد اذنك استاذ نصر فرجاني، بعد لحظه انطلاق الكره لسه قبل كده، ارجع كمان قبل كده بس. أيوة. لا اطلع سنه بس اثبت بقى هنا. طبعا من الواضح لحظة انطلاق الكرة ان اكوابينا يارو هنا اقرب لخط المرمى من كل من الكرة واخر تاني مدافع من النادي الاهلي اهو، فهنا التسلل موجود. طبعا في بعض الناس اعتقدوا ان التسلل طبعا هنا التسلل التوضيحية صحيح. رأي ناصر صادق وهو مساعد دولي مونديالي واضح. هنعيد له اللقطة ديت يا باشمهندس عشان نقطة مهمة، كل اللي بيحاول يلتمس العذر لسيد رجب المساعد يجي يقول والكرة بتتلعب كان في لاعب من الانتاج قدامه فأعاق الرؤية. لا، في هذه اللقطة اللي بيحللها ناصر صادق هنرجع لها تاني مع الخط، هتشوفوا انه مساعد الحكم مفيش حد لا بيحول دونه ودون الكرة ولا في حد مأثر على مساحة الرؤية بالنسبة له. يعني والكرة بتتلعب، الخط اللي اتعمل، الخط الوهم اللي اتعمل، شوفوا حضراتكم بيبدأ وينتهي من عند الحكم المساعد، يبدا من عند الرايه بالظبط. اللقطه اللي بعد كده على طول يا شريف زي ما وضحها ناصر صادق، خط الحكم المساعد اهو بادي عنده الخط الوهمي ومنتهي عند اخر لاعب متسلل، مفيش حد في هذه المساحه الطوليه او العرضيه بيحول دون رؤيه المساعد ولا مأثر على رؤيته للكوره. لاعب الانتاج اللي بيتكلموا عنه يا باشمهندس كان دلوقتي ورا الاثنين اللعيبه بتوع النادي الاهلي بصرف النظر. لا يعني لانه اصله انا دايما وابدا بعد اذنك في الحالات التقديريه للاهلي البعض بيحاول التماس الاعذار لاخطاء الحكام. الناس ما شافتش بالظبط، ما شافتش اصل حاجه، الناس ما شافش يعني ما ارتفش، مش من مسؤوليات. وبعدين انا اسال سؤال، طب الحكم ما اللاينزمان ما شافش، الحكم اللي واقف قدام دم هي دي عايزه مراقب، وازاي ما يشوفش يعني؟ هي دي عايزه مراقب استاذ ابراهيم، وده بالكلام اصل ساعات يعني الكلام. لا طبعا انا معاك في ان حاجه مريبه جدا، يعني الحكم اللي واقف في وسط الحدث ما شافش التسلل، عشان كده ده كلام مريب وبلاش اختلاق اعذار، والا يقولوا لنا تفسير. يعني اللي بيقول لا كان فيه حد حائل والرؤيه، هذه اللقطة أعتقد كاشفة وفاضحة وواضحة. وجات جريشة في ماتش بتاع السكران محتاج إشارة مساعد، وماتش محمد فاروق ضربة الجزاء اللي في ماتش الاتحاد السكندري محتاجة إيه دي؟ محتاجة إيه؟ محتاجة نسمع كلام رأي الكابتن محمد حسام في قناة دريم. آدي اللقطة اللي مرور ساعد، كمل من فضلك، عدى أهو، لسه ما طلعتش، نقف أول ما تيجي من رجل نقف بس ستوب. حضرتك فيه اتنين اخضر اللي ناحيه الشمال خالص الناحيه دي واللي قدامه،
الاثنين متقدمين عن مدافعي النادي الاهلي وبالتالي يبقوا الاثنين في موقف تسلل، لكن ما نقدرش نصفر عليهم بالتسلل ما لم يلمس احدهم او يلعب الكره. يعني ويت اند سي زي ما بنقول. هنا المساعد متمركز خطا وبيبص على فكره على اللعيب، ما هواش مركز مع اخر ثاني مدافع. يعني هنا المساعد سيد رجب عينه على 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 اللعيب اللي في رجله الكوره، ما هواش متابع اخر ثاني مدافع. المفروض بنشوف اخر ثاني مدافع عشان نشيل التسلل. هتلاقي هنا الراجل المتقدم اللي كان اوفسايد اهو راحت له الاخراني خالص، وهو اللي لعبها بدماغه بعد ما كان الثاني قرب او بقى متغطي، لكن التسلل من الاول والهدف تسلل منذ بدايته. في لقطه تحليل اخر، وش الحكم بقى بعد ما الجون اتحسب؟ عايز حد يقول لي اذا كان ده تعبير شخص مرتاح لقراره ولا لا، ومش هنعلق عليه، هنسيب الناس تعلق. طيب نشوف كمان الكابتن جمال الغندور في مودرن كوره عن نفس الهدف. تعالى بقى لعبة الهدف، وهنا نشوفها من الزاوية التانية، نشوف نتأكد من لعبتين. نتأكد من اللعبة الأولى بس لحظة لعب الكورة خلاص، إذن هنا في تسلل. في نفس الحكم المساعد هنا بقى الكرة دي، بس عايزة 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 أعمل حاجة تانية. خلينا حاجة تانية، يلا بس لحظة لعب الكرة دي. هنا الكرة بقى سابقة عشان هي التسلل من اللقطة الأولانية. هنا الكرة سابقة اللاعب، هنا الكرة هي اللي سابقاه. وطالما الكرة سابقة يبقى ما نفكرش هنا في التسلل. تمام خلاص، هي التسلل من اللعبة الأولى وليس من اللعبة التانية. وبعد الكابتن جمال الغندور الكابتن رضا البلتاجي في مودرن سبورت. ده هدف الانتاج الحربي الوحيد، عندنا اعاده اللعبه بعد 3 دقايق من اللعبه السابقه، ادي وقت انطلاق الكره. خلاص مش عايز كلام ان المهاجم الافريقي كان في تسلل، لما عملها عرضيه ما فيش تسلل، يعني عملها الحازم، حازم لم يكن في تسلل، لكن الكره في بدايتها كان في تسلل مهاجم الانتاج الحربي الافريقي، ادي وقت انطلاق الكره. كده ما نقدرش نجزم لسه للعب الكره براسه، هو المفروض لعيبه بعد الاعاده عرفت اكيد ان هو في تسلل. ده لايف، هنبص في الاعاده لحضراتكم. ادي وقت انطلاق الكره. بلا اوف، ارجع نصر، وهي كده خرجت، ارجع ثاني نصر، ارجع نصر، ارجع سنه كمان سنه، كده الكره خرجت. وقت التلامس يا احمد، وقت التلامس حلو جميل قوي. خلاص اجزم واكد زي ما حضراتكم كلكم عارفين، وكل اكد ان الكره في تسلل. كمل بالراحه يا احمد، ادي كده انطلقت، لما استلم خلاص اقف هنا يا احمد، اقف هنا خلف المدافعين بثلاث اربع يردات. العبره هو كان فين ساعتها؟ في كل الاحوال هو هنا تسلل وهناك تسلل، بس ساعتها كان التسلل بجزء من جسمه. لما عمل عرضيه بقت لعبه جديده خلاص، لكن المفترض هنا ارفع رايه التسلل. المفترض هنا ارفع رايه التسلل. المفترض هنا ارفع رايه التسلل وما رفعش ولم خمسه مطبقات التحكيم وخبرائهم كبار في 5 قنوات مختلفة. ليس من بينها قناه الاهلي، ليس من بينها قناه الاهلي، ولكن عشان بس ما يبقاش الموقف مجروح. لكن كنت اتمنى برضو، عايزين واحد الخبير بقى الاهم من كل دول حكم المباراه يحللها لنا عشان يؤكد لنا على التسلل. كان هيقول لك التسلل اهو، وكان لازم اصفر. بس ما ينفعش نجيبه. طيب ممكن نختلف في قراءة شكل وملامح والدلالة بتاعت وش الكابتن مدحت الحوفي حكم المباراة اللي المهندس عادل اتكلم عليها. مش مدحت، انا عايز المراقب المساعد. لكن ايه رأيكم في معايير الحكم في المباراة نفسها في نفس اللعبة؟ يعني الحاجة اللي بتتحسب للأهلي نفس اللعبة الاسطمبة